السلام عليكم. دي يعني هي حالة بس تريكي كده صغيرة. هي بس الفكرة إن ساعات كتيرة بنشوفها مزد، وهي very good explanation للبين اللي جاي يشتكي بيه من العيان من نيه. يعني ده عيان عنده يعني زي كومبلينت ما هم بعت لنا إنه عنده persistent knee pain، ومبعوث طبعا على اساس ان هو منسكس او something like so. فلو احنا عملنا ريفيو سريع، المنسكاي كويسين جدا تمام، حتى ايفن ما فيهمش significant degeneration even not tear حتى تمام، وكمان كل الليجمنتس كويسه جدا، الكورشيتس كويسين جدا جدا. حاجه بس هي اللي بقول لحضرتك عليها، هي دي uncommon بس فعلا very good explanation للانتيريور knee pain. لو احنا بصينا عند الكوادريسبس تندون اتاتشمنت، هنلاقي ان الكوادريسبس تندون اتاتشمنت الفات اللي وراه اللي هي السوبرا باتيلر بادو فات اللي وراه بقت اديمتس شويه. لو احنا قارنا الفات دي بالفات السراوندنج اللي هنا، واضح طبعا ان فيها سيجنيفيكانت هايبر انتنس سيجنال الفات السوبرا باتيلر بادو فات دي، ودي اللي احنا يمكن الكوادريسبس تندون نفسه في سلايت هايبر انتنس سيجنال. ده فات سات سيكونس، يعني انا ده ما فيش عندي فات هنا، فده طبعا في some sort of tendinous edema خفيفه كده شويه في الكوادريسبس تندون itself. بس طبعا المانيفست ان السوبرا باتيلر باد اوف فات بتاعته edematous، وكمان البوستير بوردر ليتل بيت كونفكس شويه. قارن حتى السيجنال بتاعت الفات دي بالفات ده، واضح طبعا الديفرنس فيها. الحاجه الثانيه كمان السوبرا باتيلر ريسس فيه شويه افيوجن تمام للفلويد، ففي انفلاماتري بروسس هنا، دي اللي بنسميها كوادريسبس فات باد امبنجمنت سندروم. كوادريسبس فات باد امبنجمنت سندروم، ان ده سام سورت اوف امبنجمنت للتندون ده، بالظبط زي الفكره بتاعت الامبنجمنت بتاع السوبرا سباينيتس المشهور طبعا عندنا في الشولدر. وده فيري جود اكسبلانيشن لنيو. ده طبعا بيبقى فيه بنتيجه سكندري الابنورمال ابنورمال ميكانيكال داينامكس بتاعت التندون والباتيلر موشن تمام. انما ده فيري جود اكسبلانيشن للبين بتاع العيان، رغم ان انت عندك النيك كويسه جدا، من سكاي كويسه جدا، الليجامنتس كويسه جدا، بس ده فيري جود اكسبلانيشن للبين. وكمان في اديشنال فايندنج ان انا عندي كمان بري باتيلر بيرسايتس، يعني احنا شفنا البري باتيلر فيه البري باتيلر بيرسا فيها كمان افيوجن، فكمان فيها السوبرفيشال او البري باتيلر بيرسايتس ان اديشن زي ما احنا قلنا الكوادريسبس تندون ده او كوادريسبس فات باد امبنجمنت سندروم. دي من الانتيتيز يعني اللي هي uncommon بس برضو فيري جود اكسبلانيشن للني بين، اللي احنا ممكن ان ما نلاقلوش سبب المنسكاي او الليجامنتس او بقيه الحاجات المشهوره او الكومن عن كده. شكرا.